زيارة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز إلى روسيا هي فعلاً زيارة تاريخية بكل المقاييس، فغير بناء أسس علاقات قوية بين البلدين إلا أن خلال اليوم الثالث من الزيارة تسلم الملك سلمان الدكتوراه الفخرية من جامعة موسكو للعلاقات الدولية. الدكتور سلمان. هنيئا للمملكة ولنا على كل الجهود التي تقام لجعل المملكة بلدا قويا مستقرا.